بترجاكم بترجاكم تروقوا شوي. تفضلي دونزيل، حضرتك صحفية من البترون والبترون بتمون. مرسي. معايا وزير الطاقة جبران باسيل، بنقدر نعرف ليش دعيت للمؤتمر الصحفي مش بالوزارة بينما هون بمعمل توليد الكهرباء بالزوق؟ جماعتكم اليوم تأعلنكم خبر صار رح يفرحوا فيه اللبنانية عونية وغير عونية. شو معالي الوزير هو؟ طب ما عمهلكم جايكم بالحديث، شو بكون عايشينا هيك؟ عمهلكم اكتشفت مصدر جديد لتوليد الطاقة الكهربائية وهو بدون استئجار بواخر وبدون إنشاء معامل جديدة. بدكن تولدوا كهرباء من الطاقة النووية؟ لا على الطاقة النووية ولا على طاقة الحمام، مع إنك بترونية وذكية. هالمصدر الطاقة هيدا اكتشفته رح يكون لتوليد الكهرباء من دون تلوث وببلاش. ببلاش؟ نعم ببلاش. وهلأ رح اكشف الستار عن الدينامو العجيب يلي رح يبرم ورح يولد لنا طاقة ورح تكون كافية وزيادة. ابدأ بالدوران يا جبران. ابدأ اتفضل. راجع لبناني نور من جديد مع وليد جنبلاط على الأكيد.